البطوله صراحه يعني ما كانتش سهله، الحمد لله تحصلنا على المرتبه الاولى بفضل يعني المجهودات ديال يعني الاداره التقنيه والمدربين، حتى هما اللي قدموا مستوى رائع، بينوا على واحد المستوى عالي تبارك الله في التدبير وفي تدريب اللاعبين. الحمد لله اللاعبين ايضا قدموا واحد المستوى عالي، وصلنا للنهائي الحمد لله. يدي زناف الفئه اقل من 19 سنه حقوا لهذا الانجاز وخذوا اللقب، وان شاء الله نتمنى ان شاء الله نكونوا في قد المستوى، وان شاء الله نعطيو لاعبين الفريق الاول، حيت هذا هو الهدف الرئيسي، هو اعطاء اللاعبين للفريق الاول. وشكرا. لا تنسوا الاشتراك في قناة الايام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد.